دي مشاكل. تمام يا دكتور. كويس جدا الحمد لله. احنا بس اتدلعنا في البحث شويه، هنرجع بقى للاصل الشغل. فاضل لنا حاجتين، لسه عمليتين لسه عملية. فاضل لنا عمليتين لسه ما عملناهمش، الابديت والديليت، الاثنين دول لسه ما عملناهمش. هم قريبين جدا من فكره الانسيرت بالظبط. فانا رجعت للاكزام بتاع الانسيرت وقلت له تعالى ناخد منك سيم اس ونعدل ما يلزم عشان نبقى عارفين احنا بنروح بالظبط. السلام دكتور، يديك العافية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن نحل مشكلة السبيس يا دكتور في اللي في شو اسمه في الجدول، السبيس اللي في البداية نحلها مع شو اسمه الابديت وال قصدك اعدل الكلمة واشيل السبيس يعني؟ ايوه، على اساس ما يكون في سبيس في البداية عند الإضافة يعني او التعديل. انت عايز ايش تعملها الداله؟ من اصل الكود يعني ولا ابغى اعرف الداله اللي تستخدم في تحذف لك السبيس يعني في البدايه، مضيف اسم ولا حاجه. يعني عايز تقول ان انت عايز تلغي ان فكره ان يبقى فيه اي سبيس في اول النص او في اخر النص. ايوه نعم. مش ان الكود ان هو رجع، مش ان احنا نبرمج الابديت ونعدل ده يعني. مش ده قصدك؟ ايوه نعم. انا قلت لك حاجتين. قصدك ان احنا نعمل جمله ابديت يعني بحيث انه يقدر يعدل ويشيل المسافات، ولا عايز تلغي اصلا انه يقدر يدخل السبيس في اول وفي اخر النص؟ لا، عملية انه يلغي السبيس في البداية وفي النهاية. اجباري يعني. ايوه ماشي. بس عشان تتضح الصورة، بس يعني عشان الواحد، انا عارف ان في دالة بس حقيقة ما نعرفها في البايثون ايش هي، بس عشان تكون. ماشي اعملها لك ان شاء الله. اعملها لك. شكرا دكتور. هي ماشي هعملها لك، بس ايه، خلينا اخلص الجزئيه دي وما تنساهاش بالله عليك، عشان انا ايه دماغي نساها. معلش، عشان انا عايز الفيديو بتاع العمليات ما كده نرجع نحسن شويه نفاق كده على مجموعه حاجات. ماشي، من ضمنهم اللي انت ايه اللي انت عايزه يعني. تمام. الله يكرمك. سترايب رايت وسترايب ليفت ونظبطها ان شاء الله. لكن خلينا بس ان ايه، عشان معايا 10 دقايق عايز انجز فيهم انجاز يعني. فلو حبينا نعمل الديليت امب، طبعا عشان احذف موظف انا مش محتاج غير الاي دي بتاعه بس. جمله الانسيرت، لا الانسيرت مش هتوافقني الموضوع خالص. احنا زي ما شفنا الانسيرت الاضافه، شفنا السلكت الاسترجاع، المره دي الحذف اسمه ديليت اصلا. جمله اسمها ديليت في اصل اللغه يعني، في اصل لغه الاس كيو. فكل ما نخليها دكتور يظهره ونخليه بعد كده يحذف، يعني نسيب الجمله زي ما هي. ولكن عايزين نظهره وبعد كده يحذفه، عايزين يعمل مش عارف ايه. كل الكلام دوت خارج عن فكره انك تعمل فانكشن بتاعت الديليت، ان انا اقول له ديليت فروم امبلوي. تمام. وير انا قلت ديليت فروم امبلوي بس كده وسكت، هيحذف لي كل الداتا اللي في التيبل اللي اسمه امبلوي. خلاص، هيحذف لي كل الداتا اللي في التيبل اسمه. احنا مش عايزين كده، عايزين نقول له وير بشرط ان الاي دي يكون بيساوي كذا مثلا. صح؟ فالكذا دي عرفنا ان دي مش ثابته، احنا عايزين نغيرها. هنحط العلامتين بتوعنا دول عشان نقول الحته دي مش ثابته، واخد بس الاي دي مكانها عشان يسقط الاي دي في الحته دي. فيبقى كده ايه، ديليت فروم امبلوي وير ان الاي دي بيساوي نفس الاي دي اللي اتبعت لي وخلاص. طيب يا كريت اكزكيوت، ماشي، ينفذ لك الامر بتاع الديليت. ويكوميت، ويكوميت ويطلع لي رساله يقول لي ايه، امبلوي ديليتد سكسسفول. لازم كوميت لان انا عدلت في الديتا اصل البيانات. بس لو في ايرور ارجع عن اللي انت عملته، لو في اي لخبطه وضع لي بس الايرور وخلاص. حلو جدا. دي اصل الايه، الفانكشن بتاعت الحذف ذات نفسه. تمام. احنا عايزين بقى نقول له نطبعها له، وبعد ما نطبعها له نعمل مش عارف ايه الكلام ده كله، برضه مش مشكله يعني. ممكن ايه، احنا كان عندنا فانكشن مثلا عشان ما اضيعش وقتي، انا عندي جيت امبلوي بالاي دي، صح ولا ايه؟ انا عندي فانكشن ايه بتاعت ان هو يجيب بيانات الموظف
الجيت. طب انا ممكن اخد الفانكشن دي او ممكن اخد الفانكشن اهي. طبعا كنت ممكن استبعيها برضو بالامبورت من فوق from الاسم الرقم الاكزامبل امبورت الفانكشن بتاعتي. لو انا عايز اناديها مباشره يعني بدل ما اكتبها تاني ممكن. يعني انا مش فاكر الاكزامبل كان كام، كان في الفايند البسيطه دي اللي هي جيت. ايوه 77 ماشي، اسمها جيت ام. فانا اقول له from example ده اسم الفايل بورت اسمها ايه جيت امبلي ماشي. بس الفانكشن موجود وقت ما احتاجها هي موجود. طيب انا هاجي هنا بقى مش هقول له كل اد، هقول له كل ايه ايه او اخد الاي دي اي انتر امبلي اي دي. خلاص خلاص عايزين نعرض بياناته. طب ما احنا برضه عايزين نعرض من هنا البيانات بتاع جيت ام ومين تاني يعني الثانيه ايه شركه ايه. كل كل جيت كل جيت كل جيت كان فيها ايه مش هفتكر. بس الكول كنت بقول له انتر انت اي دي وبتاعه وبيعرضه لي. حلو قوي، هي الكول وخلاص مش محتاجين غير الكول. انا هرجع للكول على طول تمام. فانا كل انا دي هنا هقول له كول الجيت، هو هيجيب لك البيانات وهيعرضها ماشي. هتعمل ايه بعد كده؟ تقوم جاي قايل له مثلا برنت، تقول له مثلا ار يو شور يو وانت تو ديليت ذيس داتا مثلا. بس في غلطة ان كل جيت خلاص اللي هي اللي بتنادي على الاي دي وهي اللي بتدخله، واحنا مش عارفين هو دخل انا واي دي لانه دخله هناك يعني البيانات مش شير يعني. فاكرين بقول له انت متاكد عايز تعرف المصدر دوت؟ المفروض طبعا اقول له مثلا ايه؟ لي انتر مثلا عشان احذف لك لازم تدخل لي تاني تري انتر تاني الامبلي اي دي كنوع من التاكيد كيس يعني مثلا. وطبعا دي في الحاله دي هاخدها بدل ما باخدها ببرنت هاخدها بانبوت، يبقى ده الاي دي بتاعي الجديد اللي هو يدخله يعني. وبالتالي انا بعد ما بقى معايا الاي دي اقدر انادي على ديليت ام يبقى كده ايه. انا هعمل كول جيت خلاص هيقول له دخل الاي دي ويعرض له البيانات وخلص بالطريقه القديمه اللي احنا اصلا مش هنبرمجها تاني. طبعا ان شاء الله هنجمع في الاخر كل دوت في شكل في كلاس كده وهيبقى كل فانكشنز مع بعض والدنيا تبقى مترتبه اكتر من كده ومش هنبقى محتاجين نعمل كده يعني. على العموم بعد كده قلت له متاكد تحجز الموظف دوت، لو انت كده دخل الاي دي بتاعه تاني للتاكيد. هيدخل الاي دي بتاعه وابعته للديليت ام وهيحسب خلاص. في الحاله دي اقدر انادي على كل ايه؟ كل ديليت. طبعا المفروض ممكن كمان اتاكد اقول ايه ان دي مش كلمه فولس او كلمه نو او كلمه كده ماشي. على العموم اه رن كده الاكزامبل 81 قال لي دخل موظف. قلت له مثلا كان عندي موظف كده غريب في الاخر ما اعرفش اللي هو 1113. قلت له 1113 قال لي النيم كذا الجوب كذا مش عارف مش عارف ايه. ايه تاني قال لي انت الامبلي اي دي؟ هو مرتين ولا ايه؟ قال لي لا شوف مثال 77 ده كان فيه ايه؟ لان انا 70 اللي بيسالوا انا مش فاكر بالظبط كل اللي كنا عاملوه فيه يعني. وبالتالي لازم نكون انت الامبلي اي دي ومش اي حاجه تاني خالص. ليه بقى هو زي ما لقيت حالا؟ طلب مننا مرتين تعالى تاني. انا نادي على كل جيت وكده
على مور انشور مش عارف ايه. طب هنا في اي حاجه هنا؟ مفيش اي حاجه تاني. بسم الله. دخل واحد 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 اربعه ولا ثلاثه يقولي. طب ليه ثاني؟ معرفش ليه عمله مرتين، لكن ممكن يكبر احنا مرتين ولا ايه؟ مش عارف هنشوفها. لكن على العموم خلينا بس ناكد وبعد كده نشوف ليه ما قدمت ان انا مرتين. ار يو شور يو ونت تو ديليت مش عارف ايه ده ده، ولو كده اكتب رقمه تاني. هقول بس ما عايزين نكتب 1 2 3 و ايه لا سنتر. قال لي امبلوي ديليت سكسسفول اتحذف. قلت له طب اتاكد منين؟ كان في عندنا مثال بيعرض كل بيانات الموظفين صح؟ ارجع له كان 80 ارن اهو جاب لي محمد حسن وجاب لي عبد القادر بس وحذف فعلا تاني. عايز اتاكد من الداتابيز. الداتابيز اهي بس سامي فوق سيلكت اسف فروم الكيبورد دوت انتر. ما عنديش غير محمد حسن وعبد الجاب عبد القادر بس. تمام حلو جدا بقى الحذف اشتغل. لكن تعالى بقى نيجي نقول طب هو ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل خلاني هاجي مرتين؟ انا مش عارف بس كويس هاجي كده. احنا لما قلنا كوز جديد هنا في عندنا مشكله. انا دوست هنا على الحته الصغيره دي على الجنب دي اسمها بريك بوينت. تمام اسمها ايه؟ بريك بوينت. يعني عند النقطه دي انا عايزك تدخلني جوه الكود افهم ايه اللي بيحصل. راح فين الكود؟ راح فين وجبني العيار؟ لما نادي كذا ملف فممكن دماغي تتشتت. دي اسمها ديباجنج. احنا بنعمل ده اسمه ديباجنج. تمام؟ فانا بديباج فجاي هنا علمت الاول اجي هنا الاول كده اهي عند السطر انا عايز امشيه اول سطر هيتنفذ معايا الكول جيت. اقوم دايس كده ايه؟ ضغط هنا يطلع لي العلامه دي. اقوم جاي هنا ومايل له ايه؟ ستارت بس مش هدوس بقى اللي هي الرن. هقول له ديباج. هقول له ايه؟ ديباج. هيبدا يرن. ليه؟ ليه كمان هنا كده واقول له ديباج؟ عشان ممكن يكون بيرن مثال تاني. بالظبط. قال لي ماشي. قال لي احنا نوع كده اهو هندخل مثلا واحد 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 كام؟ ثلاثة مثلا. قال لي ابدا اشتغل هنا. قلت له ماشي. في عندك هنا حاجة مهمة. في الرن هاجي هنا على حاجة اسمها ديباجنج اكشن، لحاجة اسمها ستيب اوفر يعني اعدي الحتة دي، حاجة اسمها ستيب انتو.